خليني أسأل سؤال، خلي أسمي بريء. تعتقد عندك سؤال بريء؟ تعتقد السيد السوداني سينجح أو أنه الآن يمارس سياسة التكتيك والتفكيك مع الإطار للنفاذ إلى الضفة الأخرى؟ يعني أنا أعتقد أنا أعتقد عنده معاناة تقديري، ويعرف هو أيضا يعرف أنه هو الآن في كثير من الملفات الجوهرية، على ودي يحقق تغيير جوهري لازم يخرج من الإطار، من المساحة المرسومة له، وهذا حيخلي أنه يطير بوحده، يعني أو يقدر أن يطير بوحده، يقدر أن يتحرك بقواه الذاتية. خوش. وبالتالي لازم يمتلك قوة سياسية خاصة به. زين أنت أستاذ خالد، قد تدفع قد ما يقدر أحكي على مكانه، إذا أراد أن يمتلك هو القوة السياسية الذاتية اللي تمكنه أن هو يكون صاحب السياسة وقادر أن يعني. أنت إيش تنصحه؟ يعني ما صح، هو واحد مصلحته، هو بالنتيجة حيسويها. هو أنا قلتها من البداية، أنا من الناس أقوله وقوله بالعلنية. تريد تورطن بالضبط، هاي سوري طيب حظه وبخير. تريد تورطن الرجال؟ أنا أريد أقول ما يقدر يورطن، هو بقت يمه. تريد تورطن الرجال؟ هو بقت يمه إذا يريد. يا بترى الشاقة. لا لا أنا أقول واضحين. هو خال طب برنامج سياسي طموح، برنامج الحكومة مالته. هسه حكيت على الفساد، ناخذ الفساد كمثال. الفساد هو دي يجيب ملفات مو ويحلها، بس الفساد بالدولة اليوم قل ما يقل، اليوم الدولة منتجة للفساد. الفساد من يعني لا 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 نحكي، واجيب لك مثال، اجيب لك مثال. طلعت الوزيرة طيف البارحة برنامج سسائد على بالبصرة على برنامج اسكيودا اللي هو اتمتت انا يعني منتجة وزير. اعتقد احنا رحنا بزيارة ب 2009 8 وكان هذا نفس البرنامج، كان ويانا مدير القمارة غانفاك على اساس في نفه 2009 و2008 احنا ايش قد استصار 16 سنة. وبعد هسه هي هسه لو الله طيب الله يهديها تطلع ويانا ونسولف سالفتنا، انا الوقت قليل.